رياض المدرسة، الإعلام، الفن. إحنا حصل لنا مع الأسف الشديد، واسمحوا لي إن أنا أتكلم بمنتهى الصراحة، اختراق بعد انفصالنا في حرب 73. ولا أخفي سرا لا يتقال، لما يطلع وزير الدفاع الإسرائيلي بعد حرب 73 وقال لن نحارب الدولة المصرية مرة أخرى عسكريا، ولكننا سنعمل على أن شبابها لا يستطيع حمل السلاح.